السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في كورس الكيمياء العضوية. الكورس عبارة عن شورت كورس بالأورجانيك كيمستري ورح يغطي جزء كبير من المفاهيم الكيميائية العضوية بصورة موسعة ومبسطة. شو الأمور اللي رح يغطيها هذا الكورس؟ رح نحكي عن شكل المركبات العضوية، تسمية وخصائص المركبات العضوية، وكمان رح نحكي عن الـ Common Functional Groups والـ Conformations. الكورس رح يغطي الـ Alkanes. رح نحكي عن الـ Aromatic Compounds وخصائصهم. رح نحكي عن الـ Stereochemistry، الـ Alkyl Halides، الـ Alcohol والـ Aldehyde Ketone. قبل ما نبدأ كورس الـ Organic Chemistry بدنا نعرف شو هي الـ Organic Chemistry. It is a branch of chemistry that studies compounds of carbon. الكيمياء هي عبارة عن فروع كبيرة وكثيرة، لكن أكبر فرع تقريبا فيها وأضخم فرع هو عبارة عن فرع الأورجانيك كيمستري أو الكيمياء العضوية المتعلقة بدراسة الكربون. في الحقيقة المركبات العضوية يزيد عددها عن 10 ملايين مركب عضوي موجود في العالم، وكل يوم يزداد هذا الرقم بشكل كبير. الكربون عنده خصائص بتأهله أنه يكون مركب مميز، لأنه عنده القدرة أنه يكون بأكثر من شكل، ممكن يشكل روابط أحادية أو روابط ثنائية أو روابط ثلاثية بين الكربون والكربون. Organic Chemistry سبب تسميتها أو ليش أطلق عليها الكيمياء العضوية Organic Chemistry، لأنها بتهتم بالتفاعلات والمواد الداخلة في تكوين الكائنات الحية. الجسم عبارة عن مجموعة من المواد الحية تتركب من مواد كيميائية، أغلبها أو معظمها عبارة عن مركبات الكربون زي عند الدهون والبروتينات والأحماض الأمينية إلى آخره. أبسط إشي بالأورجانيك كيمستري أو الكيمياء العضوية هي الهيدروكربونز. Organic compounds هي عبارة عن مركبات عضوية تتكون فقط من two elements، الكربون والهيدروجين، وهذا ممكن نطلق عليه الباكبون للأورجانيك كيمستري أو الهيكل الأساسي، إني لازم يكون عندي رابطة بين الكربون وبين الهيدروجين. من الأمثلة على الهيدروكربونز، أبسط مركب عضوي هو عبارة عن الميثان أو غاز الميثان، بيتكون عندي من الكربون، كل الكربون متصلة بأربع روابط من الهيدروجين. في عندي مركب الإيثان بيتكون عندي من 2 كربون، كل كربون حواليها 3 روابط من الهيدروجين. في عندي نوع ثالث من الهيدروكربونز، عندي مركب حلقي، مركب البنزين، يحتوي على 6 ذرات من الكربون، 1، 2، 3، 4، 5، 6، كل ذرة من الكربون عليها ذرة هيدروجين. According to the structure, hydrocarbons are divided into two main classes. بالنسبة للهيدروكربونز تتصنف بناء على الشكل. بناء على الشكل، كل ما بيتغير عندي الشكل بتغير عندي التركيب، بتطلع عندي خصائص مختلفة عن المركبات الأخرى. كل تغيير بالشكل مركب جديد، خصائص جديدة. إذا إحنا بدنا نقسم الهيدروكربونز تنقسم إلى الأليفاتيك هيدروكربونز أو مركبات الهيدروكربونات الأليفاتية، تنقسم إلى الكينز، 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 والأروماتيك هيدروكربونز أو الهيدروكربونات العطرية. الهيدروكربونز نكمل بالجدول، الأليفاتيك هيدروكربونز والأروماتيك هيدروكربونز. الأليفاتيك في عند الألكينز والألكينز والألكينز. إذا أنا عندي المواد العضوية تتصنف بناء على ترتيب بنائها الجزيئي وبناء على تشابك الذرات مع بعضها البعض بالنسبة للكربون. بمعنى في عندي الألكينز ترابط الكربون مع الكربون بذرة أحادية فقط، بسميه الإيثان. في عندي only single bonds between carbons، هذا ترتيب أحادي. في عندي ترتيب آخر إنه الكربون يكون حواليها double bond، كربون double bond كربون.
يطلق عليه اسم الإيثيلين. الإيثيلين تحتوي one or more double bonds أو الألكين بشكل عام. التصنيف الثالث هو الألكينز. الترتيب الجزيئي جاي عندي الكربون مع عامل ثلاث روابط مع الكربون ويطلق على المركب الأسيتيلين. الألكينز بتكون one or more triple bonds. إذن هذا الترتيب البنائي أو الجزيئي وتشابك الذرات مع بعضها البعض هو اللي بيعطيني تصنيف الهيدروكربونز. النوع الثاني هي عبارة عن الأروماتيك هيدروكربونز، وهي عبارة عن المركبات العطرية وهي أيضا المركبات الحلقية مثل البنزين. في عندي البنزين يتكون من ذرات الكربون، كل كربون متصلة مع هيدروجين ومتصلة أيضا مع كربون آخر. إذن الأروماتيكس بالأغلب بتكون هي عبارة عن مركبات حلقية. الأليفاتيك هيدروكربونز هي عبارة عن متشاكلات بشكل سلسلة. ندخل على الألكينز وهي من المركبات الأليفاتية. هي عبارة عن أليفاتيك هيدروكربونز تحتوي فقط على single bond between carbon atoms، فيها فقط رابطة أحادية. إذا بدنا نحكي عن الجنرال فورمولا اللي هي الصيغة الأساسية للألكينز CnH2n زائد 2، بمعنى إنه في كل ذرة كربون مقابلها ضعف ذرات الكربون من الهيدروجين زائد 2. إذا أنا بدي أحكي مثلا لو كانت عندي N2 اللي هي C2، بتصير عندي H 2 ب 2 4 زائد 2 6، فبصير عندي C2H6 الإيثين اللي هو هذا المركب. هاي الإيثين في عندي C2 كل كربون حواليها 3 هيدروجين C2H6. simplest number is الميثان. الميثان اللي هو بيتكون من كربونة واحدة فقط CN. N عبارة عن واحد، H2N زائد 2 بعطيني 4 CH4. هذه عبارة عن المولكيولار فورمولا اللي بتحدد لي العدد الحقيقي من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. بالنسبة للشكل الستركشر بجيبه من اللويس ستركشر. اللويس ستركشر هو عبارة عن الطريقة اللي بتحدد لي الكونكتيفيتي أو ترابط الذرات مع بعضها البعض. في عندي الكربون حواليها 4 روابط أحادية من الهيدروجين. هذا هو عبارة عن الشكل تبع الميثان اللي هو أبسط مركب عضوي، ذرة كربون في المنتصف حواليها 4 روابط من الهيدروجين. الستركشرال فورمولا اللي أنا بجيبها من لويس ستركشر بتعطيني فقط الكونكتيفيتي، بتعطيني اللي هو الترابط، الكربون متصل مع أي ذرة وكم عدد الروابط الموجودة of atoms، لكن ما بتعطيني أي خصائص عن شكلها. كيف شكلها في الفراغ ما بنقدر نعرفه، لكن ما الذي يحدد الشكل الفراغي للمركبات العضوية؟ shape of organic molecules is given only by hybridization of the central atom carbon. الhybridization هو عبارة عن التهجين. التهجين هو اللي بده يحدد لي الشكل الفراغي أو الشكل الحقيقي للمركب الكيميائي. الهايبريدايزيشن أو التهجين للكربون باعتبارها هي الذرة السنترال أتوم أو الذرة الرئيسية في كل المركبات العضوية، بيكون عند التهجين إما sp3 أو sp2 أو sp بناء على الستركشرال فورمولا أو لويس ستركشر اللي أنا جبته. sp3 هي عبارة عن واحد من الأس وثلاث أفلاك من البي. sp2 هي عبارة عن فلك من الأس واثنين أفلاك من البي. sp هي عبارة عن فلك واحد من الأس وفلك واحد من البي. الشكل العامل الأساسي اللي بده يساعدني
في تحديد الهايبريدايزيشن زي ما حكينا هي الستركشرال فورمولا اللي انا بجيبها من لويس ستركشر. بالنسبه للميثان الستركشرال فورمولا بتحكي انه في عندي 4 اتومز bonded to carbon، في عندي 4 ذرات مرتبطه مع الكربون، ما دام عليها 4 ذرات so its hybridization is sp3. خلينا نشوف كيف احنا بنحدد الهايبريدايزيشن وبناء عليه بنحدد الشكل. اذا احنا بدنا ناخد الهايبريدايزيشن تبع الذرة المركزية اللي هي الكربون، الكربون عشان اعمل الهايبريدايزيشن لازم اطلع على الفالنس شيل. الفالنس شيل هي الافلاك الخارجية في ذرة الكربون وهي المسؤولة عن عملية التهجين او تدخل في عملية التهجين، وهي أيضا تساهم في تشكيل الروابط وتساهم في التفاعلات الكيميائية. لما أنا بدي أعمل التهجين لازم أعمل تعديل للفالنس شيل اللي هي الأفلاك الخارجية. عشان نعرف بالنسبة لذرة الكربون شو هي الأفلاك الخارجية بدنا نعرف رقم المجموعة ورقم الدورة. إذا بنرجع للجدول الدوري، عنصر الكربون، هاي الكربون موجود في الدورة، هاي الدورة الأولى، الدورة الثانية، موجود في الدورة الثانية. إذا رقم الدورة هو الذي يحدد البالانس شيل، بما إنه في الرقم 2 في الدورة الثانية، إذا في عندي البالانس شيل تأخذ رقم 2 أو مستوى الطاقة الخارجي هو 2. طيب كم عدد الإلكترونات في هذا المستوى بنجيبه من رقم المجموعة؟ هاي رقم المجموعة الأولى، رقم المجموعة الثانية، رقم المجموعة الثالثة، وهذا رقم المجموعة الرابعة. بما أنه في المجموعة الرابعة إذن عدد الإلكترونات في المستوى الخارجي هو عبارة عن 4 إلكترونات. نرجع للهايبريدايزيشن، حكينا أنه بالدورة الثانية إذن الفالنس شيل هي عبارة عن 2s و 2p. عدد الإلكترونات جبناهم من رقم المجموعة، كانت المجموعة رقم 4، إذن أنا عندي في المستوى الخارجي 4 إلكترونات، 1 2 3 4. حكينا الهايبريدايزيشن هو عبارة عن عملية ميكسينج أو تعديل لهاي الأفلاك الخارجية. عشان نعمل ميكس أو تعديل نعمل خطوة الإكسايتيشن. الإكسايتيشن هي عبارة عن خطوة الإثارة أو التحفيز. شو يعني؟ بدي أرفع الإلكترون من 2s وأحطه في واحد من أفلاك B علشان أخلطهم مع بعض. بعد ما أعمل الإكسايتيشن في عندي 2s صار في إلكترون واحد، في عندي 2px 2py 2pz كل واحدة منهم فيها 1 إلكترون، فأنا عملت على توزيع الإلكترون في المستويات الخارجية. فأنا اللي بيصير عندي بالتهجين، بعمل عملية التهجين، بيطلع عندي 4 أفلاك كل فلك فيهم اسمه SP3. ليش؟ لأنه دخل عندي أصلا فلك واحد من S ودخل عندي 3 أفلاك من B، فرح يطلع عندي 4 أفلاك متماثلة تماما كل واحد اسمه SP3. بالتالي أنا بالتهجين بيدخل عندي أفلاك مختلفة عن بعضها البعض في الشكل، مختلفة كمان في الأورينتيشن. هذا الأورينتيشن تبعه باتجاه X، في عندي باتجاه Y، وفي عندي باتجاه Z. فبتدخل عندي أفلاك مختلفة تماما عن بعضها البعض في الشكل وفي الاتجاه الفراغي، بيطلع عندي identical orbitals، متشابهة ومتماثلة تماما. هذه الأوربيتالز هي عبارة عن hybridized orbitals، أفلاك مهجنة متماثلة تماما موزعة بالشكل الفراغي بحيث تحقق أقل تنافر بين الإلكترونات. طلع عندي الـ sp3. الـ sp3 هو عبارة عن شكله تتراهيدرال، ذرة كربون حواليها 4 أفلاك متماثلة ومتماثلة تماما، شكلها تتراهيدرال. تتراهيدرال هو عبارة عن الهرم الرباعي.
شكلها بيحدد عدد الزوايا البوند أنجل بين كل واحدة فيهم 109.5 بالتمام بين كل الذرات. إذا إحنا بدنا نشوف كيف شكلهم بالفراغ، هي عندي مركب الميثان، المركب العضوي، أبسط المركبات العضوية. في عندي كربون في المنتصف، حواليها 4 روابط من الهيدروجين. هذا شكلها بالفراغ، بتكون من 4 روابط، هاي هيدروجين هيدروجين، هذا اللي بالوجه كمان هيدروجين، واللي بالخلف كمان هيدروجين. في عندي واحدة جاية للأمام، هاي الذرة. في عندي واحدة جاية للخلف، وفي عندي تنتين بنفس المستوى. إذن من الهايبريدايزيشن اللي إحنا عملنا على ذرة الكربون في مركب الميثان، الشكل طلع عندي تتراهيدرال اللي هو الهرم الرباعي. كل البوندز all points angle exactly بالتمام، الزوايا قياسها 109.5 الموجودة في كل الالكينز في كل الكربون، عبارة عن تترا هيدرال. يعني كل كربون متصلة مع الهيدروجين في مركب الالكين، كل الزوايا اللي بينهم هي عبارة عن 109.5. يعطيكم العافية.